الله عليك. ارجع ارجع مروان. مزيان الفرقه غاديه في التصاعد وان شاء الله دعم البطوله نلعبوا على البطوله وتحيه للجمهور الشارك وتحيه للمكتب الموسيقي وتحيه للسينابين وسي بما اسفي المقابله الحمد لله كما كان كيعرف الجميع هذه كانت مقابلة صعبة جدا بحكم الظرفية لأن فريق اتحاد طنجة في الثلاث دورات الأولى ما حقق حتى شي نقطة، يعني كان جاي عازم أنه يحقق نتيجة إيجابية هنا من قلب المسيرة. مي الحمد لله الدراري زعما كانوا بيان كونسونتري أداوا الأداء اللي عليهم الحمد لله. المباراة كانت في المستوى حقيقة، كانوا فرص كثيرة ضائعة من الحمد لله. النتيجة هي الأهم لأن بالنسبة لهذه المباريات بحال هذوك يكونوا دي باراج خصك تربحهم، يعني الأداء لا يهم. والحمد لله كما كنشوف جميع لان الانتصارات ما كتجيش غير هكا، كتجي يعني من بعد واحد العمل اللي هو شاق. الحمد لله النتائج كتكون بالاداء وبتسجيل الاهداف الحمد لله، لان دابا في اربعه المباريات سجلنا الحمد لله سبعه الاهداف. دونك الفريق غادي في السكه الصحيحه ونتمنوا من الله ربي يوفقنا ونحققوا ان شاء الله مفتاح الجميع ان شاء الله. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.